السلام عليكم ومرحبا بكم في كورديزات.com. اليوم إن شاء الله راح نشوفوا الجزء الثاني من درس التجارة الخارجية في مادة الاقتصاد والمانجمنت. برنامج الدرس تاعنا راح نشوفوا فيه نقطتين، وهما أولا ميزان المدفوعات، وثانيا المنظمة العالمية للتجارة. نبدأ أولا بتعريف ميزان المدفوعات. ميزان المدفوعات هو سجل تسجل فيه القيم النقدية لمختلف المعاملات الاقتصادية التي تتم بين الأعوان المقيمين في دولة ما وغير المقيمين فيها، يعني العالم الخارجي، وهذا خلال فترة زمنية معينة، عادة ما تكون سنة. ويقوم ميزان المدفوعات على مبدأ القيد المزدوج، يعني كما المحاسبة، مما يجعله متوازنا من الناحية المحاسبية. ويتكون هذا الميزان من جانبين، أحدهما دائن تسجل فيه حقوق الدولة على العالم الخارجي، والآخر مدين، يعني تسجل فيه التزامات الدولة تجاه العالم الخارجي. يعني بكل بساطة ميزان المدفوعات هو سجل يشبه ميزانية المؤسسة، وتسجل فيه كل دولة المعاملات الاقتصادية اللي تقوم بها مع الدول الأخرى، وهذا خلال فترة معينة واللي تكون عادة سنة. كأمثلة عن العمليات اللي تسجلوا في ميزان المدفوعات، عندنا الصادرات مثلا من السلع والخدمات، عندنا الواردات من السلع والخدمات، تنقلات رؤوس الأموال، وعمليات المديونية الخارجية. ويكون تسجيل في ميزان المدفوعات باتباع مبدأ القيد المزدوج، يعني أي عملية مسجلة فيه راح يكون عندها حساب دائن وحساب مدين. النقطة التالية من الدرس تاعنا هي مكونات ميزان المدفوعات. يتكون ميزان المدفوعات من ثلاثة حسابات، وهي الحساب الجاري أولا، ثانيا عندنا حساب رأس المال، وثالثا عندنا حساب الاحتياطات الرسمية. أول حساب راح نشوفه هو الحساب الجاري، وهو يتكون من أولا ميزان التجارة المنظورة، يعني الميزان التجاري. كي تسمع كلمة منظورة يعني دير في بالك باللي حاجة تشوفها، يعني تكون ملموسة كذلك. وميزان التجارة المنظورة يتضمن حركات الصادرات والواردات من السلع فقط، يعني الخدمات ما يدخلوش في هذا الميزان لأنها غير منظورة. في حالة الصادرات مثلا، نقول الجزائر صدرت التمور إلى إسبانيا، في هذه الحالة رانا في معاملة دائنة، يعني إسبانيا هما اللي يعطيونا دراهم وحنا نعتبر كدائن. والعكس يعني في حالة واردات كصدير هذا القمح مثلا من إسبانيا، في هذه الحالة راح نكونوا في معاملات مدينة، يعني نكونوا في تجارة منظورة ونكونوا في حالة مدين، خطرش حنايا اللي هنخلصوا إسبانيا حق القمح هذا اللي صدرته لنا. العنصر الثاني هو ميزان التجارة الغير منظورة، واللي هو ميزان الخدمات. التجارة الغير منظورة نقصد بها الحاجات اللي ما نشوفوهاش، وهي الخدمات يعني غير ملموسة. وميزان التجارة الغير منظورة يتضمن حركة الصادرات والواردات من الخدمات. في حالة الصادرات مثلا، الجزائر عن طريق إير ألجيري دارت خدمة النقل الجوي للسياح التونسيين، في هذه الحالة رانا في معاملات دائنة، خطاش تونس هي اللي هتخلصنا. والعكس يعني في حالة ما تونس دارت خدمة نقل للسياح الجزائريين عن طريق تونس إير، راح تكون الجزائر في معاملة مدينة، خطرش حنايا راح نخلصو تونس. العنصر الثالث هو ميزان التحويلات من طرف واحد، وهي التحويلات دون مقابل، وتسجل فيه المعاملات الاقتصادية اللي تكون من طرف واحد فقط، يعني ما عندهاش مقابل، أي أن الدولة كي تقوم بهذه المعاملات ما راحش تستنى مقابل نقدي من دولة أخرى. كمثال عن هذه المعاملات، المساعدات الإنسانية اللي تقدمها الجزائر لدولة فلسطين مثلا، هذه المساعدات تعتبر معاملات من طرف واحد لأنه ما عندهاش مقابل مالي. النوع الثاني من الحسابات اللي راح نشوفه هو حساب رأس المال، والعمليات اللي بينهم لي هما كالتالي: أولا تغيرات أصول البلد في الخارج، وتغيرات الأصول الأجنبية في البلد. يعني حساب رأس المال راح يبين للارتفاع ولا الانخفاض في قيمة الأصول تاع الجزائر في الخارج، وكذلك التغيرات في قيمة الأصول تاع الدول الأجنبية في الجزائر، وذلك في فترة زمنية معينة. ثانيا الاستثمارات المباشرة الأجنبية في الداخل واستثمارات البلد المباشرة في الخارج، وهي تمثل عملية الاستثمار اللي يقوموا بها المستثمرين الأجانب في الجزائر كإنشاء مؤسسات ومصانع إلى آخره، ولا أن يقوم مستثمر أجنبي بالاشتراك مع مستثمر جزائري في مشروع ما، يعني يدخل معاه في رأس المال. النقطة الثالثة هي المشتريات والمبيعات من الأوراق المالية، وهي كل عملية بيع وشراء الأوراق المالية من أسهم وسندات بين الأفراد في مختلف دول العالم،
مثلا كي تقوم شركة جزائرية بشراء أسهم في شركة أمريكية، هذه العملية راح تسجل في حساب رأس المال في ميزان المدفوعات. النقطة الأخيرة هي استثمارات المحفظة في الخارج. المحافظ المالية هي مجموعة من الأسهم والسندات والمشتقات المالية، والمستثمر يقوم بإنشاء هذه المحفظة المالية باش ينوع من الاستثمارات. يعني كي ينوع الأوراق المالية راح ينوع الاستثمارات تاعو وينقص من مخاطر الاستثمار. العنصر الثالث من مكونات ميزان المدفوعات هو حساب الاحتياطات الرسمية. يتضمن هذا الحساب التغير في أصول الاحتياطات الرسمية للبلد في الخارج، والتغير في أصول الاحتياطات الرسمية للأجانب في البلد. وتتضمن الاحتياطات الرسمية العناصر التالية: أولا، ممتلكات الأجهزة النقدية المحلية من الذهب، وهو مقدار الذهب الذي يحتفظ به البنك المركزي كمستودع للقيمة وكضمان للوفاء بعهود الدولة للدفع، وكذلك يستعمله ثاني للحفاظ على استقرار قيمة العملة الوطنية. النقطة الثانية، الحيازة الرسمية من العملات الأجنبية لدى البلد. وشنو هي؟ هي الكميات النقدية التي تحتفظ بها الدولة ما في البنك المركزي من العملات الأجنبية، كما احتياطي الدولار ولا احتياطي اليورو إلى آخره. وهذا الاحتياطي يستخدم في تمويل الواردات وكذلك في تسديد الديون. وتاني، يساهم في استقرار العملة المحلية عن طريق مختلف السياسات النقدية اللي طبقها البنك المركزي. ثالثا، احتياطات البلد لدى صندوق النقد الدولي. وشنو هي الاحتياطات؟ هي مبلغ من المال أو حصة يدفعها كل بلد عضو في صندوق النقد الدولي، ويتحدد مبلغ الاحتياطات لكل بلد على حسب المكانة تاع هذا البلد في الاقتصاد الدولي. يعني كل ما كانت المكانة تاع البلد مرتفعة، كل ما راح تزيد الحصة تاعو في صندوق النقد الدولي. وهذا الاحتياط هو اللي يعطي لكل دولة قوة التصويت على قرارات صندوق النقد الدولي وحجم التمويل اللي تقدر تحصل عليه من هذا الصندوق. يعني كل ما الدولة تحط بزاف احتياط في صندوق النقد الدولي، قد ما يكون عندها الحق في أخذ قروض من هذا الصندوق. النقطة الأخيرة هي حقوق السحب الخاصة. وشنو هي؟ هي مكمل لاحتياطات كل دولة في صندوق النقد الدولي. يعني كي تحب دولة ما تزيد في الاحتياط الرسمي تاعها في صندوق النقد الدولي، راح تزيدو باستعمال حقوق السحب الخاصة، واللي تكون كذلك مسجلة في ميزان مدفوعات هذه الدولة. النقطة التالية من الدرس تاعنا هي توازن ميزان المدفوعات. يكون ميزان المدفوعات دائما متوازنا من الناحية المحاسبية، لكن هذا التوازن المحاسبي لا يعني بالضرورة توازنا من الناحية الاقتصادية. فقد يكون الخلل في أحد عناصر الميزان، وعادة ما يكون العجز في الحساب الجاري. وبناء على ذلك يمكن التمييز بين ثلاثة حالات، وهي يعني ميزان المدفوعات يكون دائما متوازن محاسبيا. تقول انت وعلاش؟ نقول لك بكل بساطة لأنه يعتمد على مبدأ القيد المزدوج. يعني كل عملية راح تتسجل فيه راح يكون عندها حساب دائن وحساب مدين، الأمر اللي راح يخلي ميزان المدفوعات دائما متوازن محاسبيا. ولكن قد تكون عندنا حالة عدم توازن في ميزان المدفوعات من الناحية الاقتصادية في الحساب الجاري مثلا. وفي النقاط التالية راح نشوفوا ثلاث حالات لميزان المدفوعات، وهي حالة التوازن، وثانيا حالة الفائض، وثالثا حالة العجز. نبدأ بحالة التوازن. معناها أن حقوق الدولة على العالم الخارجي مساوية لالتزاماتها تجاه العالم الخارجي، وهذا يدل على كفاءة الأداء الاقتصادي للبلد. يعني حالة التوازن تتحقق كي يكون الحقوق تاع دولة ما على الدول الأخرى تساوي الالتزامات تاعها. يعني مثلا انت يا راك تسال واحد من صحابك 200,000، وكان صاحبك واحد آخر هو يسالك 200,000، هنا ينقول راك في حالة توازن. يعني راك تسال قد ما يسالوا لك، يعني زائد 200,000 ناقص 200,000 تساوي صفر، يعني راك في حالة توازن. النقطة التالية هي حالة وجود فائض في الميزان التجاري، وهي تعني أن حقوق الدولة على العالم الخارجي أكبر من التزاماتها تجاه العالم الخارجي، وهي حالة غير مرغوب فيها، وخاصة عندما يكون الفائض مستمرا، إلى أنها أقل خطورة بكثير من حالة العجز. وهذا يدل على أن الدولة لم تنجح في تحقيق هدف التوازن الخارجي. ومن جهة أخرى يدل على وجود أموال معطلة أي غير مستثمرة. ولإعادة التوازن للميزان تقوم الدولة بزيادة الأصول من الاحتياطات الرسمية للبلد في الخارج بمقدار قيمة الفائض، ويتم هذا في ظل نظام سعر الصرف الثابت. أو تقوم الدولة بزيادة وارداتها من الذهب أو مختلف السلع والخدمات، كما يمكنها أن تلتجئ إلى إقراض الفائض أو استثماره.
يعني يكون ميزان المدفوعات في حالة فائض، كي تكون حقوق الدولة على الدول الأخرى أكبر من التزاماتها، يعني كي تكون الدولة تسال الدول الأخرى أكثر من اللي سالوا لها. في هذه الحالة، ورغم أن الدولة راهي تسال، ولكن لم تحقق حالة التوازن، خطراش دراهمها راهم عند الدول الأخرى. كيما أنت مثلا لو كان تسلف 200 مليون صاحبك، في هذه الحالة دراهمك راح يكونوا معطلين ولا حابسين. وعلاش؟ خطراش لو كان ما سلفتهملوش كنت قادر تخدم بهم تايا، ولا دير بهم مشروع صغير ولا حانوت الى اخره. وباش الدولة ترجع التوازن في حالة وجود فائض، تقدر تلجأ الى الحلول التالية. عندنا اولا تزيد من الاحتياطات تاعها في الخارج، يعني كالاحتياطات في صندوق النقد الدولي مثلا، وهذه الزيادة تكون بنفس قيمة الفائض. ولا ثانيا تقدر تزيد من الواردات تاعها من الذهب باش تزيد من احتياطي الذهب تاعها، ولا تقدر تزيد من واردات مختلف السلع والخدمات ولكن بنفس مقدار الفائض، يعني باش تحقق توازن. ولا ثالثا ثاني تقدر الدولة تقرض هذا الفائض الى دول اخرى، ولا تقدر تستعمله في استثمارات، وكل هذا من اجل تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات. الحالة الثالثة من ميزان المدفوعات هي حالة وجود عجز، أي أن حقوق الدولة على العالم الخارجي أصغر من التزاماتها تجاه العالم الخارجي، وهي الحالة الأخطر والأكثر شيوعا في العالم. وهذا يدل على أن الدولة لم تنجح في تحقيق هدف التوازن الخارجي، ومن جهة أخرى تدل على أنها تستورد سلعا وخدمات أكبر مما تسمح به مواردها. ولإعادة التوازن للميزان، تقوم الدولة بتخفيض الأصول من الاحتياطات الرسمية للبلد في الخارج بمقدار قيمة العجز، ويتم هذا في ظل نظام سعر الصرف الثابت، أو تقوم الدولة بتصدير الذهب إلى الخارج كما يمكنها أن تقترض من الخارج سواء من دول أجنبية ولا من منظمات خاصة مثل صندوق النقد الدولي. يكون ميزان المدفوعات في حالة عجز كي تكون التزامات الدولة بالنسبة للدول الأخرى أكبر من حقوقها، يعني كي يكونوا الدول الأخرين يسالوا لي أكثر من اللي نسالهم أنايا. وفي هذه الحالة تكون الدولة تستورد سلع وخدمات بقيمة أكبر بكثير من الصادرات تاعها. وباش الدولة ترجع التوازن في حالة عجز، تقدر تستعمل الوسائل التالية: أولا تقدر تنقص من الاحتياطات تاعها في الخارج بمقدار قيمة العجز، ولا ثانيا تقدر تصدر مقدار من الذهب تاعها إلى الخارج بنفس مقدار العجز تاني باش ترفع الصادرات تاعها وتحقق التوازن، ولا ثالثا تقدر هذه الدولة تقترض من الخارج، وهذا الاقتراض يقدر يكون من دولة أخرى مباشرة ولا من صندوق النقد الدولي، وكل هذا للقضاء على العجز وتحقيق التوازن في ميزان المدفوعات. النقطة التالية من الدرس تاعنا هي المنظمة العالمية للتجارة. تعرف المنظمة العالمية للتجارة على أنها المنظمة العالمية الوحيدة التي تعنى بتنظيم التجارة ما بين الدول الأعضاء، وتعتبر منبرا للمفاوضات التجارية الدولية، وتقوم بالإشراف على تنفيذ جميع الاتفاقيات ذات الصلة وتفصل في المنازعات التجارية. تأسست هذه المنظمة بتاريخ 1 جانفي 1995، وقد حلت محل الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة وعززت عملها. هذا بالنسبة لتعريف المنظمة العالمية للتجارة، وفي النقاط القادمة راح نشوفوا كل من دور المنظمة العالمية للتجارة وهيكلها التنظيمي. كدور المنظمة عندنا أولا تحرير التجارة الدولية بإزالة كل القيود والعوائق والحواجز التي من شأنها أن تمنع تدفق حركة التجارة عبر الدول، أي تعمل المنظمة العالمية للتجارة على ضمان سير عمليات التجارة الدولية بأكبر قدر من الحرية والمرونة، وكذلك تساعد الدول النامية فيما يخص سياساتها التجارية. ثانيا عندنا الإشراف على تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بالتجارة الخارجية بين الدول الأعضاء، يعني كل زوج دول يديروا اتفاقية تجارية بيناتهم، المنظمة العالمية للتجارة راح تشرف على هذه الاتفاقيات وتراقب كذلك التنفيذ انتهى. وثالثا وأخيرا الفصل في النزاعات التي قد تنشأ بين الدول الأعضاء حول تنفيذ الاتفاقية التجارية الدولية والعمل على تسوية هذه النزاعات. يعني كي يكون نزاع تجاري بين دولتين ناتج عن مخالفات أو خرق للاتفاقيات التجارية الدولية بيناتهم، هذه الدولتين راح يحاولوا يحلوا هذا النزاع عن طريق الحوار والمشاورات بيناتهم. وفي حالة وين ما توصلوش إلى نتيجة، يقدروا يرفعوا شكوى إلى المنظمة العالمية للتجارة، وهي اللي راح تدير الحكم تاعها بخصوص هذا النزاع على شكل تقرير، وتحطوا موضع التنفيذ وتتبع باللي هاد الدول راح يخضعوا الى قرارات المنظمة العالمية للتجارة.
النقطة التالية هي الهيكل التنظيمي للمنظمة العالمية للتجارة، والذي يتكون من العناصر التالية. عندنا فيه المؤتمر الوزاري، ويتكون من ممثلي البلدان الأعضاء، يعني كل دولة عضو في المنظمة راح يكون عندها ممثلين تاعها في المؤتمر الوزاري. وهذا المؤتمر راح يجتمع مرة كل سنتين، ويقوم باتخاذ مختلف القرارات المتعلقة بتنظيم التجارة الدولية، وعنده الحق كذلك في تعديل الاتفاقيات الدولية. ثانيا عندنا المجلس العام، واللي يتكون كذلك من ممثلي الدول الأعضاء، هو عنده نفس مهام المؤتمر الوزاري اللي شفناه مقبل، ولكن يخدم طول السنة، يعني بين كل مؤتمر وزاري وآخر راح يخدم المجلس العام. المهام تاع المجلس العام راح تكون كالتالي: عندنا أولا الإشراف على تنفيذ مهام المنظمة العالمية للتجارة، ثانيا إعداد القواعد التنظيمية، ثالثا الإشراف على جهاز تسوية النزاعات، ورابعا مراجعة السياسات التجارية للدول الأعضاء والإشراف على المجالس المتخصصة، بالإضافة إلى وضع الترتيبات والأسس المتعلقة بالتعاون مع المنظمات والهيئات الدولية الأخرى. العنصر الثالث هو المجالس المتخصصة. وشنو هي المجالس المتخصصة؟ هي مجموعة من المجالس التابعة للمنظمة العالمية للتجارة، وتتكون من: عندنا أولا مجلس التجارة في السلع، عندنا ثانيا مجلس التجارة في الخدمات، وثالثا مجلس حقوق الملكية. وكل مجلس من هذه المجالس يقوم بالإشراف المباشر على الاتفاقيات اللي في الاختصاص تاعو. هذا الإشراف راح يكون عن طريق اللجان الفرعية المتخصصة، وكذلك مجموعات التفاوض التابعة للمجلس، واللي راح نشوفهم في النقطة التالية. اللجان الفرعية، وهي مجموعة اللجان التابعة للمؤتمر الوزاري، كما لجنة التجارة والبيئة، عندنا لجنة التجارة والتنمية، لجنة ميزان المدفوعات، لجنة الميزانية والإدارة، بالإضافة إلى اللجان المتخصصة لتابعين لمجلس التجارة في السلع، ومجلس التجارة في الخدمات، ومجلس حقوق الملكية اللي شفناهم مقبل. والنقطة الأخيرة هي المدير العام. المدير العام للمنظمة العالمية للتجارة يتم تعيينه من طرف المؤتمر الوزاري، وتكون تحت التصرف تاعو أمانة عامة للمقر تاعها جاي في مدينة جنيف السويسرية. ويقوم المدير العام بأداء واجباته وممارسة صلاحياته خلال المدة المحددة في إطار القرارات والأنظمة التي يعتمدها المؤتمر الوزاري. ويعاون المدير في المهام تاعو 4 مدراء عامين مساعدين، ويكونوا كنواب له. وصلنا إلى نهاية الدرس تاعنا تاع اليوم، اللي هو الجزء الثاني من درس التجارة الخارجية. نتمنى تكونوا فهمتوا مليح معنا إن شاء الله. نتلاقاو في الدرس القادم إن شاء الله، وبالتوفيق للجميع.